honesteres. كما سيتم استضافة الدكتور مزيد المزيدي وذلك لإلقاء محاضرة عن تأثير أفلام الرعب على الأطفال. عبود! ايش قاعد تطالع؟ تأخرت عن باص المدرسة؟ ماما أتدس. ها شباب، آسف على التأخير. ايش فيكم ساكتين؟ ليش ما تردون على الزعيم؟ ليش الدنيا ليل؟ انا طالع من بيتنا الصبح. هاي انتوا ايش فيكم ما تردون علي؟ اخر واحد دمعي. ايش فيكم؟ وانت ليش ما تقول قر 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 قر؟ ناظر راح يستانس وايد من هالتجربة. درسنا اليوم راح يكون عن الكيمياء. تعرفون يعني شنو الكيمياء؟ يعني علاقة الإنسان بالتناطح العكسي. صاد صالح، ممكن راح أشرب ماي؟ ما تسكت يا الطنبحلة. عمود تعال أجرب فيك الخلطة هذه علشان تشربها وأشوف إيش راح يصير فيك. هذا أول أكسيد الكربون مع محلول القهوة مخلوط متجانس علشان أشوف إيش راح يصير لونك وأسجل النتيجة في دفتر ملاحظات مع النتائج المخبرية. حمود لا تشرب، هذا ميلون. الله أكبر، الله أكبر على النتيجة. شنو هذا؟ شنو صار؟ صار سلحفة؟ الظاهر أنا زدت في 2.5 محلول السلحفة. كان لازم أغطسه بمحلول سان سابريلا بانكس ديفيوزر. عزوز تعال جرب فيك، تعال بسرعة بسرعة قبل الشرطة. عزوز لا تشرب، شوف حمود ايش صار فيه. من اللي تحكي هذا؟ بقح فيه هذا. أنت مرة ثانية أنت حكيت أحطك بالخلاط وأشرقك. أشرب يا صبي، مالك شغل فيه. أشرب بعد زقة بعد لقمة. هذا صار صخلة، لو صاير خروف كان قلنا عليه دولي. حرام عليك، ايش قاعد تسوي؟ خليك ساكت. كان لازم اخذ 500 ملي جرام اوسترا اكسترا كومبلكس مع ارتفيشال كلرز واختلطها مع الدكسترين سانتيلا ساتاتسيتا واحطها مع ورق عنب اخضر. الخلطة جاهزة. سلوم تعال، تعرف الحلاوة اللي طقطق بالحلج؟ تعال ذوق هذا، اخذ يقمة علشان احرقك فيه. سلوم لا، شوف الربع صار فيهم. انت ما تعرف تسكت؟ اكسر الدورق هذا فوق راسك. سلطعون عجيب. خلني أجيب شيء سنايلون وأوديه حق الغداء. تيس وسلطعون وسلحفة، وقبل شوية أبو العطيات سويناها بقرة. عبود تعال أسويكم فطحة. ما صدقني يا رجال. عبود يا ولدي أنا ابنتك عطيات، لا تخاف مني. تعال والله وين تروح مني، أركض وراك لبكسرة. تعال يا ولد تعال، أنا مكانها نوع في البلاعة. شفت القلم هذا؟ راح ينسيك ربعك. راح تنسى أمك وأبوك وظروفك، وما تشوفني إلا أنا. حتى الكاكاو بالنجوم راح تنساه، والكيك بعد. موت يا الجحفية. قرقر 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 قرقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، إليكم هذا الخبر العاجل. فقد الطفل عبود ابن أبا عبود من منزله يوم الجمعة 13 من هذا الشهر، فعلى من يستدل عليه الاتصال بالعريف عنبر في مخفر قطعة 13.